لك وين كنتي؟ الولد طق من البكا، شو هالإهمال؟ كنت بالحمام ثانية خانم، شو أعمل يعني؟ أنتي من رضعتي لحفيدي؟ أستغفر الله، أعطيني ابني إذا ممكن. هاد الولد جاع، حليبك ما عم يكفي، حرام جوعان. ليش حتى حليبي ما يكفي بالله؟ أعطيني ابني لشوف. لا، أنتي لازم تاكلي شي بيجيب الحليب، البصل يعني، لأنه هو أكتر شي بدر الحليب. بتعرفي قديش مهم البصل وشو فايدته؟ يا ربي دخيلك، والله رح انجلط. بتصيري بتاكلي بصل كل يوم الصبح، والظهر بتاكلي كمان شوي، والمساء وقت بدك تتعشي بتاكلي بصل. لك هاتي ابني وخلصيني بقى. هذا ابني عطيني اياه. مو بس بصل، انتي لازم كمان تاكلي توم. خليلي حفيدي يجوع وشوفي شو اللي ممكن اعمله. مصطفى، احكي لك شي كلمة مع مرتك. استغفر الله العظيم، شو صاير امي؟ لأنها ما بتفهم بالأمومة، ما بتفهم ابدا ولا لها علاقة. ليش؟ محمد ابنك جاع، يا عمري بضل عم يبكي، لأنه حليبه ما عم بكفي، ما عم يشبعه. لازم نجيب له مرضعة. ليك بنته لنصرة الكبيرة كانت ولدانة من جديد، وأنا شفتها ما شاء الله عليها، صحتها منيحة وجسمها قوي. شبهها بنت نصرة بالله؟ ولدانة من جديد مثلك. أمي الله يخلي لها جوزها ويخلي لهم ابنهم ويربى بعزهم ودلالهم. نحن شو دخلنا ببيت نصرة وبنتهم أمي؟ عم قلك حليب مرتك ما بيكفي، شو ما بتفهم؟ مصطفى احكي لك شي كلمة بقى. شو بده يحكي؟ شو بده يحكي؟ حيقول ديري بالك عابني مثل كل الأبهات يعني، وانتي نشفانة ما عندك حليب بنوب. طلع ليك كيف صايرة على نصها، في مرة ولدانة بيكون هيك شكلها؟ لا والله لا والله، انتي لازم تاكلي منيح وتسمني وتتعبي مشان حفيدي ما يجوع. هي ما عاد في منها فايدة ابدا. ليك مصطفى انا تعبت كتير، خلي امك تحل عني. يلا بنتي قومي خلصيني بقى. يلا تعي خليني وصلك على المدرسة تبعك، خدي شنطتك. يلا امشي. يلا اهرب مصطفى، اهرب اهرب، روح واتركني لحالي، عم بتحمل كل هاد. هلا انتي المفروض كل يوم من الصبح تاكلي بصل، وهي صار في عنا قصة جديدة. هلا غيرتي له للولد ولا نسيتي مثل عادتك؟ وبعدين معك نقي من الصبح للمساء، وبعدين معك هاتي لشوف، اعطيني الولد بسرعة، اعطيني اياه. طيب على مهلك. ما شاء الله ما شاء الله، شو هالريحة البشعة، ما رح تعرفي تربي هالصبي ابدا. شو بدي ساوي فيكي؟ المسكين بده غيار. يا عيوني تقبر قلب ستك يا روحي. انت ستك ما رح تتركك ولا رح تسمح لحدا يقرب عليك بالمرة. اعملي معروف معي وروحي كلي لك شي لقمة فورا، فرمي كم بصلة فرم ناعم وحطي عليهم شوية سماء وزيت زيتون مشان تتغذي ويدر حليبك. حفيدي المسكين جوعان، تحركي. خلصنا. ايه ايه تمام. الشي اللي عم تعمله مانو مزبوط نهائياً. بحياتي ما عملت شي صح. لازم ترتاح منيح، وبالنتيجة طلعتك على مسؤوليتك. ايه بعرف. يلا امشي. تفضل. تفضل. نفس وينها؟ انت خد نفس مثل العالم والخلب الاول،
وبعدين منحكي بالقصة. سألتك وين أجاوب؟ فيدات، لوين رح توصل باللي عم تعمله؟ بعد ما قوصك طاهر نفس هربت، لما عرفت انه انت لسه ما متت خافت تهجم على الكليلية وتأذيهم، وطاهر لما عرف هرب وما حدا بيعرف مكانه. هنن وين خبرني؟ انت بتعرف مو هيك؟ هلأ برأيك إذا أنا بعرف مكانهم رح خبرك مثلا؟ شو حتساوي هلأ؟ حتحط السكينة على رقبتي لخبرك باللي بدك يا؟ ضروري كتير إنه لاقيهم. والله اللي هربان منك صعب إنك تلاقي له شو ما سويت. مو مشكلة، ما علينا، انت تحسن بالاول وبعدين منشوف شو بنعمل. الو. مرحبا، انا عم اتصل مشان اعلان السكرتيره اللي بالجريده. يلا بس لحظه، تعارض على التليفون بسرعه، عم يتصلوا مشان السكرتيره. الو. مرحبا، عم اتصل مشان الاعلان تبع الشغل. نحن وظفنا سكرتيره، مش الحال. ايه فهمت. الو تفضلي سي بيت ماركت. مرحبا، انا متصله مشان اعلان الشغل اللي بالجريده. في عندك خبره على الصندوق من قبل؟ لا والله. يلا يا عمري. شوفي شو صار. ولا شي. امي؟ نعم. بتتذكري المكان اللي نمنا فيه مثل بيت الشجر؟ بدي نروح لهنيك. ليش يعني؟ بابا رح يروح لهنيك، انا واثق من هالشي. طيب منشوف، تعا. حياة قلبي، قرب شوي ورجيني. صار لازمك حمام بسرعة، بس وين ما بعرف. فينا نروح على حمام السوق. لا ما فينا حبيبي، أولاً مشان ما يشوفنا حدا، وتانياً أنت خلص كبرت ما بقدر فوتك على حمام النسوان، وما فيني فوت على حمام الرجال. لو بابا كان معنا كنا رحنا أنا وياه. يا ريت لو أبوك كان معنا هون هلأ، بس أنا وياك رح نلاقي حل حلو، مو هيك يا بطل؟ اسم هداك المكان سيرانكو صح؟ سيراندر، شو بدك تعمل هنيك؟ بدي روح لحتى أشوف إذا أجا أبي. منروح ماشي. لك شبكي مو هيك بيلف الولد. صلي على النبي حماتي، ما خلصت لسه. إما المكتوب مبين من عنوانه. دخيلك يا ربي سنية خانم، أنا كنت لف بالم كمان هيك. وحتى بالم أنا اللي كنت لف على طول. أوه سنية خانم، شكلك مشتاقة كتير لترباية الأولاد ما هيك؟ أنت لو بتعرفي أنا ما بقرب. كل نسوان العالم بيتمنوا إنه حمواتهم يحملوا عنهم الأولاد ويديروا بالهم عليهم ولو ربع ساعة، وأنت مو مقدرة بنوب. طيب اسمحي لي انه ربي ابني على طريقتي. لو بتعرفي ما بحكي كلمة بنوب. ايه معك حق، ما بتحكي كلمة بنوب انتي. اوه مو عادتك بالمرة. انتي اكلتي بصل ولا نسيتي؟ يا ربي دخيلك، شو هالنهار هاد، بصل بصل بصل، ما ضل في غيره سيرة. انا ليش هيك حظي يا ربي؟ تعال يا روح امك تعال. هاتي حماتي هاتي، شكراً عذبتك معي. يا ويلي قديشك لئيمة. سا
سنة الناس كرام.